السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا جماعة أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والخبر اللي معنا النهاردة هو زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023، ويلا مع بعض نتعرف على تفاصيل الخبر. فقد أعلن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023، لافتا إلى أنه سوف يتم طرح أرز هندي على بطاقات التموين بسعر 20 جنيه للكيلو. وبالرغم من الزيادة دي يا جماعة، إلا أن نصيب الفرد في بطاقة التموين زي ما هو، نصيب الفرد الواحد 50 جنيه، الفردين 100 جنيه، الثلاث أفراد 150 جنيه، الأربع أفراد 200 جنيه، الخمسة 225، الستة 250، فوق الأربع أفراد بياخد 25 جنيه. ويلا مع بعض عشان نتعرف على قائمة الأسعار الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر مايو 2023. فكيلو السكر ب 12 جنيه و60 قرش، زجاجة الزيت 800 ملي ب 30 جنيه، كيلو الأرز ب 12 جنيه و60 قرش، كيلو الدقيق ب 18 جنيه، مكرونة 400 جرام 6 جنيه ونص، مكرونة 800 جرام 13 جنيه، عدس مجروش 500 جرام 21 جنيه، فول معبأ 500 جرام 9 جنيه، مثل صناعة 800 جرام 36 جنيه، شاي 40 جرام 5 جنيه، صلصة 300 جرام 8 جنيه، جبنة تترباك 125 جرام 7 جنيه، جبنة تترباك 250 جرام 14 جنيه، مسحوق يدوي عادي 800 جرام 25 جنيه، مسحوق اوتوماتيك 800 جرام 16 جنيه، صابون غسيل 125 جرام 3 جنيه، صابون تواليت 125 جرام 7 جنيه ونص، لبن جاف 100 جرام 25 جنيه ونص، خل 5% 900 ملي 6 جنيه، كيس ملح 300 جرام بجنيه وربع، بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام 3 جنيه، كيس سائل غسيل أواني 80 جرام 3 جنيه. في النهاية يا جماعة بنأكد ان دي اسعار السلع التموينية الجديدة شاملة ربح التاجر، فأي تاجر هيزود عليك تقدر ان انت تتصل برقم شكاوى ارتفاع اسعار السلع التموينية عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، او عبر الواتس اب الخاص بحماية المستهلك على الرقم 015 47 49.